ليس كل مانغا قد قرأتها لابد أن تحتوي حبكة عميقة للغاية، تطور شخصيات فخم، قضايا فلسفية عميقة. فنحن كبشر أحيانا نريد فقط أن نجلس نتابع شيء خفيف بهدوء، شيء يجعل الابتسامة تبدو على محيانا، يدخلنا في لحظات من السعادة. الأعمال والقصص على هذه الشاكلة تبقى عالقة معنا لفترات طويلة للغاية، لأن هذه اللحظات التي كنا نعتقد أنها بسيطة قليلة للأسف في الحياة. قليلة هي القصص التي تخرجك من قوقعة الحياة الصلبة لعالم تندمج فيه مع ما يجري أمامك في الشاشة، فقط تنسى كل شيء. لو قمت ببحث بسيط عن أفضل المانغات الكوميدية، فمما لا شك فيه أن مانغا يوتسوباتو ستظهر لك كواحدة من الخيارات، كواحدة من أكثر هذه المانغات من ناحية المبيعات، بل حتى من ناحية التقييم المرتفع. تعتبر كمانغا كوميديا سلايس اوف لايف، صدرت في بداية 2003 ولا زالت مستمرة بالتسلسل لحد اللحظة مع أكثر من 130 فصل. القصة بكل بساطة تعرض ليوميات للطفلة المسماة بيوتسوبا، والتي تنتقل للعيش مع والدها بالتبني لمكان جديد. سوف تبدأ هذه الأخيرة بالتعرف على جيرانهم، خاصة الأخوات ووالديهما، وغالبا ما ستذهب عندهم للعب مع البنت الصغرى. وسوف تقوم يوتسوبا بطلة قصتنا هذه بخوض الكثير من المغامرات، التعرف على الكثير من الأشياء الجديدة عبر فصول المانغا. القصة بسيطة بشكل كبير لكنها ممتعة، وفي كل فصل تستعرض قضية جديدة، تستعرض قصة مصغرة. نعم، يوتسوبا واحدة من تلك المانغات الحلقاتية، كل فصل قصة منفصلة، والهدف من مجموع القصص كلها هو استعراض الحياة اليومية للطفلة يوتسوبا. هناك أسباب وعوامل كثيرة تدفعني لنصح الناس بقراءة هذه المانغا، فلو كنت من عشاق القصص التي شخصياتها أطفال، تحب براءة الأطفال، فهذه المانغا مناسبة لك. أيضا لو كنت تبحث عن قصة خفيفة، قصة بعيدة كل البعد عن الجدية المبالغ فيها وترغب في تغيير الأجواء، فهذه هي ضالتك. بل حتى لو كنت تبحث عن قصة تعيد لك عبق النوستالجيا، تعيد لك ذكريات الطفولة، فهي ممتازة جدا. لو كنت من الناس التي تبحث عن المعنى في الحياة، فمانغا يوتسوباتو تعرض لك قضايا عميقة بشكل كبير بطريقة طفولية بسيطة تلامس قلبك كمشاهد. طبعا فكافة الأحداث تدور حول شخصية كواي يوتسوبا. هذه الأخيرة عبارة عن فتاة صغيرة بشعر أخضر، جاهلة للكثير من الأمور من حولها. لذلك وعبر القصة ونحن كمشاهدين أيضا سنتعرف معها على العالم الواسع من حولها، سواء ألعاب الأطفال، سواء الحشرات التي تحيط بها، سواء التمرغ في الوحل، سواء تعلم قيادة الدراجة وغيرها من الأمور. كل ما نعرف عنها أنها فتاة يتيمة تم تبنيها، لا نعرف حتى مكان ولادتها بالتحديد ومن هم آباؤها. وكل ما نعرفه أن والدها بالتبني قد التقى بها في ميتم في بلد غريب، لذلك قرر أن يتبناها. حتى أن عدد كبير من الناس الذي لا يعرفونها يعتقدون أنها عبارة عن فتاة أجنبية لأن شكلها لا يشبه اليابانيين، علما أن هناك دراما كبيرة عند شخصية يوتسوبا، خاصة عندما يسألها أحد حول ماهية والدتها أو من هي والدتها، لكنها لا تفهم ماذا تعني هذه الكلمة، ماذا تعني كلمة الأم. يوتسوبا هي مجرد تلك الفتاة الصغيرة الساذجة، والتي تجد من حولها عالم كبير وشاسع يناديها للمغامرة، يناديها للاستكشاف. فتاة حيوية مع طاقة فياضة تستغلها في القيام بعدد كبير من الأمور الغبية. ما يقودني للحديث عن الكوميديا في هذا العمل، كوميديا تعتمد على المواقف الطفولية، تعتمد على نظرة الأطفال للحياة وعلى نظرتهم السخيفة لعدد كبير من الأمور، على المغامرات البسيطة التي يقومون بها والتي تبدو لهم أشياء كبيرة جدا. كيف أن نظرتهم للعالم مختلفة عن الكبار، وكيف يرون بعض الأشياء ويسيئون فهمها. القصة هكذا نوع من القصص، تلك القصص الخفيفة البسيطة التي الهدف منها وضعك كمشاهد في مزاج مرتاح للغاية. وغالب المواقف القوية في هذه القصة والتي أتذكرها جيدا كقارئ، هي المواقف التي تسرح بها بطلة قصتنا هذه بخيالها وتتوقع أمور غير موجودة في العالم. ذكرتني كثيرا بنفسي، بنظرتي للأمور عندما كنت طفل، كيف أن العالم كان يبدو مكان جميل، مكان واسع، إلى أن تكتشف الحقيقة المرة مع
توالي السنوات وكبارك ونضوجك. مع العلم وكما هو واضح فمحور هذه القصة هو شخصية يوتسوبا، لكنها أيضا تحتوي مجموعات من الشخصيات الجانبية المقدمة بطريقة كوميدية جدا، وغالب تفاعلاتها مع يوتسوبا ممتعة بشكل كبير، سواء والدها أو أصدقاء والدها، بل حتى الفتيات من جيرانها وغيرهم من الشخصيات، كلهم شخصيات مكتوبة بطريقة بسيطة للغاية خالية من أي نوع من التعقيدات. لكن الشيء المميز فيهم هو تفاعلاتهم مع يوتسوبا، كيف يشرحون لها الأمور، كيف أحيانا قد يشاركهم بعضها في مغامراتها الصغيرة هذه. لكن أفضل فصول هي الفصول التي تتواجد فيها يوتسوبا مع الأطفال من سنها، نرى فيها تحشيش حقيقي. كما يجب الإشارة إلى أن طاقم الشخصيات يتوسع مع توالي الفصول، كل مرة سوف تظهر لنا شخصيات جديدة يستخدمها الكاتب لإظهار أكثر التصرفات الغير متوقعة من بطلة قصتنا يوتسوبا، والتي سوف ترسم الابتسامة على محي القارئ. مع العلم أن واحدة من الانتقادات التي تتعرض لها هذه القصة أن الشخصيات المقدمة شخصيات أبسط من اللازم، فأنت لا تعرف خلفيتها، فقط تعرف المعلومات التي تعرفها عنها يوتسوبا. في الواقع هذه كانت واحدة من إيجابيات القصة، لأن أكثر الأمور من وجهة نظر طفلة صغيرة، فما يعرفه الأطفال حول الآخرون هو معلومات سطحية، والدخول في أي متاهات درامية أو تعقيدات قصصية كان سيفسد الفكرة الأساسية التي تواجدت بها المانغا، ألا وهي أن تعيدك لزمن الطفولة، أن تريك الحياة والأمور من وجهة نظر طفلة. لكن هناك ملاحظة لاحظتها شخصيا، ألا وهي أن مستوى الفصول ليس هو نفسه، إذ أن هناك مجموعة من الفصول التي سوف تجعلك تضحك بشكل هستيري، ستجعلك مندمج أكثر مع القصة، متعلق بهذه الشخصيات التي لا تعرف عنها الكثير، متعلق أكثر بالبطلة يوتسوبا وتريد أن ترى لها مزيد من التفاعلات من هذا النوع. وهناك بعض الفصول التي كانت الكوميديا المقدمة فيها بسيطة، أقصى ما ستفعله هو جعلك تبتسم. وهناك بعض الفصول التي كانت الكوميديا فيها نوعا ما غير موفقة. القصة تعاني من تباين شديد في المستوى، لكن ولحسن الحظ فمعظم الفصول معظم الأحداث كانت جيدة، كانت مضحكة، تفي بالغرض الكوميدي الأساسي للقصة، وهذا أمر طبيعي للغاية. فمن المستحيل على أي كاتب مهما كان مستواه أن يقدم لك كوميديا ثابتة، حيث أن الكاتب يستعين بما عاش في ذكريات طفولته ليكتب لنا كوميديا واقعية تلامسنا كمشاهدين. غالب المواقف التي تعرضت لها يوتسوبا، غالب الأسئلة التي تسألها قد سألناها كأطفال يوما ما، لذلك نتعلق أكثر بالشخصية، الشيء الذي يجعلني أقول أنها واحدة من أفضل الأطفال في عالم الفنون، سواء الروايات، أنيميات أو مانجات. أسلوب الرسم بسيط للغاية، فتصاميم الشخصيات عادية، تشعر نوعا ما أنها غير متعوب عليها. الخلفيات كذلك بسيطة بشكل كبير، وأحيانا تكون مجموعة من التفاصيل غائبة فيها، لكن أسلوب الرسم هذا هو المناسب للقصة، هو الذي يناسب هذا الطابع الكوميدي. فالكاتب نجح فعلا في رسم العالم من وجهة نظر طفلة، البالغين من وجهة نظر طفلة، وأيضا الأطفال وخصوصا شخصية يوتسوبا بأكثر طريقة كيوت ممكنة. حيث أنه يمكنني أن أشبه هذه المانغا بمانغا وأنيمي سباي فاميلي، لكن مع تقديم متعة أكبر بكثير، كوميديا أجود، شخصيات متماسكة أكثر. صحيح أن سباي فاميلي فيها عناصر أكشن بعض الغموض، لكن التنويع الشديد الكوميدي في يوتسوبا، المواقف المختلفة تجعلها كمانغا وكقصة أصلب. يعجبني كيف أن الكتاب قادرون على خلق شيء بمستوى عالي من أفكار بسيطة. فيوتسوبا رحلة للطفولة ستعود بك للزمن، لأيام كان أقصى همومك أن تشتري بعض السكاكر. الطفولة شيء عالمي عاش كافة البشر، فبالرغم من أن هذه قصة يابانية، ستشعر في أحيان كثيرة أن أحداثها وشخصياتها هي في الواقع من بلد عربي. الكاتب عرف كيف يصور هذه الفترة من حياتنا بأدق تفاصيلها بأمانة تامة. وأعلم في قرارة نفسي أن الكثير من المشاهدين لا يحبوا القصص من هذا التوجه، لكن صدقني إذا لم تجرب كل شيء في الحياة لن تنضج كشخص. مانغات كهذه قد تساعدك في حياتك اليومية، ستجعلك حتى تجيد التعامل مع الأطفال، بل تقدر وجودهم في الأرجاء، تتفهم أحيانا التصرفات المزعجة التي يقومون بها.
نعم هم مزعجون في أحيان كثيرة. إنها بسهولة تامة من أعظم ما قرأت بسبب بساطة الطرح الشديد، لكن فعلا طرح متقن يعلمني دوما أن العودة لأساسيات الكتابة شيء من الصعب القيام به، أن كتابة السهل الممتنع مهارة لا يتمتع بها سوى نخبة الكتاب في زمننا الحالي. في النهاية وأعيد وأكرر، هذه المانجا ليست لكافة المتابعين. إذا كنت تريد شيء كفاغابوند بليد أوف إمورتال بيرزيرك، تلك المانجات ثقيلة فيتصب لا تناسبك. هذه المانجا موجهة للناس التي تريد قضاء وقت ممتع، الناس التي تريد أن تنسى هموم الحياة، تندمج مع قصة كوميديا بسيطة مع شخصية أساسية سوف تحبها وتتعلق بها، بل قد تعتبرها كأختك الصغيرة أو ابنتك. سلام.